بيان عاجل من الجيش المصري وتحركات وزير الدفاع اليوم. ننشر لحضراتكم التفاصيل والأرصاد تحذر المواطنين، وبيان هام تعرف على الأسباب. وعاجل المحكمة تحسم مصير ناشر الشائعة التي أفزعت المصريين. وعاجل الرئيس السيسي يستقبل اليوم وزير دفاع دولة عربية. هام ننشر التفاصيل. تطورات الحالة لنضال الشافعي يخضع لجراحة جديدة خلال ساعات. ننشر التفاصيل. وبيان من الحكومة ينشر مفاجأة عن راتب عامل النظافة وتحذر المواطنين في هذا البيان. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار. واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل ل 2000 أعجبني على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها. نبدأ مع بعض في تفاصيل والخبر معنا. والأرصاد تحذر المواطنين، وبيان هام تعرف على الأسباب. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غدا ثلاثاء حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ويكون مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب مصر، ويكون معتدل ليلا على كافة الأنحاء. وحذرت الأرصاد من أن طقس الثلاثاء يشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض المناطق المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة. وتسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 درجة، وعلى السواحل الشمالية 32 درجة. المصدر معانا كان من صحيفة الموجز. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وبيان عاجل من الجيش المصري وتحركات وزير الدفاع اليوم. تفقد الفريق أول محمد زكي قائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراحل انتقاء الطلبة المتقدمين لقبول بكليات العسكرية والمعهد الفني للجيش المصري بكلية الحربية، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة مراحل سير الاختبارات المختلفة لاختيار أفضل العناصر المؤهلة علميا وبدنيا ونفسيا لنيل شرف الانضمام بكليات والمعاهد العسكرية. وتابع القائد العام نتائج الموقف الحالي لاختبارات القبول لكليات والمعاهد العسكرية 2021 عن طريق مدير الكلية الحربية، كما قام بالاطلاع عن طريق الفيديو كونفرنس على مراحل سحب واستلام الملفات، وكذلك منظومة العمل بالكومسيون الطبي وموقف الاختبار الرياضي وموقف قفزة الثقة. وقام قائد العام بالمرور على دورة العمل داخل مكتب التنسيق، وناقش عدد من الطلبة المتقدمين في أسلوب الاختبارات المختلفة التي خضعوا لها خلال مختلف المراحل، وأثنى على المستوى المتميز للمتقدمين وما تحصلوا عليه من نتائج في ضوء المنافسة النزيهة لنيل شرف الانضمام إلى صفوف الجيش المصري، متمنيا التوفيق والنجاح لكل الطلبة وأن يتمكنوا من اجتياز الاختبارات التي تؤهلهم بأن يكونوا شريان جديد ينبض داخل القوات المسلحة. كما تفقد القائد العام لجان القمسيون الطبي وما تضمنته من عيادات طبية، والذي ينفذ بواسطة نخبة من الأطباء والاستشاريين من الضباط وفقا لمعايير علمية وطبية دقيقة تتماشى مع مواصفات طالب الكليات والمعاهد العسكرية. وقام بالمرور على اختبارات اللياقة البدنية وقفزة الثقة التي يتم خلالها تقييم القدرات البدنية لانتقاء أفضل العناصر بناء على المعايير القياسية المقررة للالتحاق. المصدر معنا كان من صحيفة الموجز. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننزل مع بعض الخبر مهم آخر. وعاجل المحكمة تحسم مصير ناشر الشائعة التي أفزعت المصريين. قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس محمد ضاد 50 سنة محامي مقيم بحي أبو هلال بمدينة المنيا 15 يوما على ذمة التحقيقات لتورطه في واقعة ملصق منشور مجمع محاكم المنيا تسبب في ترويع المترددين على المجمع بقصد تأجيل نظر قضية جنائية لموكله
المتورط في تعاطي المخدرات. كانت الأجهزة الأمنية في المنيا قد أعلنت القبض على المتهم بعد ساعات من الواقعة وبعد فحص كاميرات المجمع. يذكر أن وزارة العدل قد أعلنت أنها تلقت إخطارا من أمن مجمع محاكم المنيا بأنهم تفاجأوا بالعثور على منشورات بوجود مفرقعات بالمبنى، وعلى الفور قرر المستشار عمر مروان وزير العدل باتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ الجهات المختصة. أوضحت الوزارة في بيان أنه حرصا على المواطنين تم إخلاء المبنى بالكامل من القضاء والمحامين والمتقاضين والموظفين والعمال بشكل سلس وآمن وفقا لإجراءات وقواعد السلامة منعا للتدافع، كما تم نقل المتهمين في القضايا المنظورة بالمحكمة إلى محبسهم مرة أخرى. وأضاف بانتقال الجهات المعنية وخبراء المفرقعات إلى مبنى مجمع المحاكم بالمنيا تم تمشيط ومسح كل الغرف ومحيط المحكمة، وتبين سلبية البلاغ ولم يعثر على أي جسم غريب أو مفرقعات. وبعد التأكد من سلامة مبنى مجمع محاكم المنيا انتظم العمل وعاد القضاء إلى عملهم وواصلوا نظر القضايا أمامهم دون أن يترتب على عدم الحضور أي جزاء قانوني، سواء بصدور أحكام غيابية أو شطب دعواهم حفاظا على حقوق المتقاضي. مصدر معنا كان من صحيفة الموجز، طبعا يعني المحامي اللي اسمه محمد ضاد عنده 50 سنة ارتكب فعل يعني صعب وسيء. أترك لكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل. الرئيس السيسي يستقبل اليوم وزير دفاع دولة عربية هامة. ويستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الفريق الركن محمد علي المقدشي وزير دفاع الجمهورية اليمنية بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي. صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. يشهد اللقاء بحث تطورات الأزمة اليمنية وجهود مصر لدعم الوصول لحل سياسي للأزمة. مصدر معنا كان من صحيفة الموجز. نتمنى إن شاء الله الخير لدولة اليمن الشقيقة ولشعبها العظيم. انتقل مع بعض الخبر آخر وتطورات حالة نضال الشافعي. يخضع لجراحة جديدة خلال ساعات، ويستعد الفنان نضال الشافعي خلال ساعات لدخول غرفة العمليات للمرة الثانية لإجراء عملية جراحية جديدة في القولون. قال مصدر لصحيفة الوطن ان نضال الشافعي سيخضع للعملية الثانية خلال ساعات، من المفترض انه يقعد بعض الايام بعدها في العناية المركزة تحت الملاحظة. المصدر اضاف ان نضال الشافعي حالته النفسية جيدة وراضي بقضاء الله، ولمس الحب الذي غمره به اصدقائه في الوسط الفني وجمهوره مطالبا بالدعاء له. وأعلن الفنان نضال الشافعي على صفحته على فيسبوك إجراءه ثاني عملية جراحية، وكتب نضال: من فضل الله علي إن رزقني بأحباء مثلكم، دعوا لي في العملية السابقة وفي انتظار دعوتكم حيث سأجري العملية الثانية غدا إن شاء الله. اللهم اشفيني واشفي مرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما، شفاء عاجلا غير آجل. وخضع نضال الشهر الماضي لعملية جراحية استأصل فيها 15 سنتيمتر من القولون، وذلك بعد الانفجار المفاجئ في القولون بعد انفعاله مع منتج فيلم جديد ميني بار. وتحسنت حالته بعد دخوله المستشفى وإجراء العملية الجراحية. ونشر نضال مؤخرا دعاء على حسابه الرسمي على فيسبوك قائلا: اللهم أنت ربي أسألك أن تشفيني وتخفف عني مرضي وتمن علي بنعمة الشفاء وتجعله سببا في دخول جنتك. اللهم إني راضي بقضائك وبرغم شدة المرض، إلا أنني سعدت بحبكم وتواصلكم وأنا أحبكم وآمل أن تدعو لي بالشفاء حتى أجتاز هذه المحنة بفضل الله ثم ببركة دعواتكم حفظكم الله. وفيلم ميني بار من بطولة صلاح عبدالله ونضال الشافعي ومنة فضالي وعلاء مرسي وأمينة ورندا البحيري ومدحت تيخة وطاهر أبو ليلى ومحمد أوتاكا وحسن عبد الفتاح وشيمة الحاج وآخرين، وهو من إخراج محمد الخضري وإشراف على الإخراج عادل الأعصر وإنتاج مدحت سعد. المصدر معانا كان من صحيفة الوطن. نتمنى يا رب الشفاء للفنان نضال الشافعي. ربنا يا رب يعني يقوم بالسلامة ويصبر زويه بإذن الله ويصبره هو شخصيا بإذن الله. ننتقل مع بعض الخبر آخر وبيان من الحكومة ينشر مفاجأة عن راتب عامل النظافة وتحذر المواطنين.
كشف اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة حقيقة تسول عمال النظافة، فذكر أن من يتسول بزي الهيئة ليسوا تابعين لها، إذ إن عامل النظافة موظف بالدولة وله مكافآت وعلاوات، وراتب عامل النظافة يصل شهريا ل3000 جنيه، لكن هناك أفراد يمتهنون مهنة التسول عبر ملابس عمال النظافة. وأضاف الشرشابي خلال مداخلة هاتفية مع 90 دقيقة مع الإعلامية بسمة وهبة الذي يعرض على شاشة المحور: عندي عامل نظافة يعمل عامل جنايني، وبعد الظهر في فرن عيش وبالليل مكوجي، وعايش في شقة إيجار ب2000 جنيه، وطالبا المواطنين بالتواصل مع الهيئة والإبلاغ عن أي مخالفات بالاتصال على الخط الساخن 15264. وأشار رئيس مجلس إدارة هيئة النظافة بالقاهرة إلى أن هناك تحسنا شديدا في منظومة النظافة، خاصة مع بدء التعاون مع الشركات الجديدة ووزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة ومحافظة القاهرة. وضح أنه تم التأكد من استخدام البعض لذي عامل النظافة لممارسة التسول، كما أن محافظ القاهرة ألقى القبض على متسول بملابس عامل النظافة وسلمه لقسم الشرطة. وتابع المتسولون بملابس عمال النظافة معروفون وهيئتهم تكشفهم، حيث لا يمتلكون زيا كاملا، بينما عمال النظافة لا يقفون أبدا للتسول. اللي عاوز يساعد عامل النظافة لا يلقي المخلفات في الشارع. عمال الهيئة ليسوا في حاجة لمد أيديهم ولا يحتاجون سوى التقدير المعنوي من المواطنين والابتسامة في وجوههم ومساعدتهم بعدم إلقاء أي مخلفات على الأرض. مصدر معانا كان من صحيفة الوطن. يعني ربنا يرزق كل الناس يا رب، ويرزق عامل النظافة بإذن الله، ويعني نحاول ان احنا فعلا نحافظ على بلدنا ونحافظ على شارعنا، وزي ما بنحاول ان احنا نخلي بيتنا نظيف دايما وما بنرميش فيه زبالة، برضو نتعامل مع الشارع انه جزء من حاجة بتاعتنا، فما ينفعش برضو نرمي فيها زبالة او مخلفات. وده لان في عامل نظافة بيجي بعديك يشيل المخلفات اللي انت رميتها، فيعني حاول تساعده، او من نظافة الشخص ان احنا ما نرميش يعني الزبالة في الشارع، والنظافة من الايمان. جينا مع بعض لنهاية نشرة الاخبار، اتمنى اكون خفيف على حضراتكم ومتقلتش عليكم ان شاء الله. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.